ولمزيد من الاخبار وتقديم التبرئه المباركه طبعا معانا عبر الهاتف من المغرب الكابتن ياسر رملي رئيس جهاز كره اليد من نادي الاهلي. اهلا بك يا كابتن ياسر. اهلا بك يا كابتن هيثم. كابتن ياسر رملي رئيس الجهاز، بقول لك الف مليون مبروك على بعد خطوه واحده من تحقيق اللقب يا كابتن. الحمد لله الماتش النهارده كان قوي جدا، يمكن حضراتكم تابعتوه عن طريق موقع الاتحاد الافريقي. ماتش قوي جدا، فرقه انجولا اللي بنلعبها زي ما قلت لحضرتك هي من افضل الفرق على مستوى القاره حاليا، فريق جاي معدل كويس جدا. تقريبا كنا بنلعب بمنتخب انجولا، انجولا دوله قويه حاليا في كره اليد، بتنافس دول شمال افريقيا. الحمد لله الماتش النهارده الولاد قدروا ينهوه بقوه، وربنا يكرمنا ان شاء الله بكره يعني كابتن ونرجع بالكاس ان شاء الله. كابتن ياسر، يمكن انا كنت من اكتر الناس سعاده ان المباراه ماشيه كلوز جيم. ليه؟ لان احنا المباريات اللي فاتت كنا بنكسب بفرق كبير، يمكن الاستفاده الفنيه ممكن كان في استفاده اكيد فنيه، ولكن لما بتلعب جيم مقفول وجيم فيه منافسه شديده زي كده، لا ده كويس واعداد جيد للفرقه. حضرتك شايف الرؤيه دي يا كابتن؟ والله طبعا اكيد طبعا، انت كان حضرتك كنت معانا بالظبط، يعني هو ده اللي احنا كنا بنقوله بعد الماتش. انت هتقدمنا في الشوط الاولاني فرق اثنين خمس اجوال، حصل باد لاك كده في كام كوره فقدروا يقربوا علينا. الماتش تصعب، انت بتلعب قبل النهائي، لما توصل دايما حضرتك عارف ماتشات قبل النهائي بتبقى اصعب كمان من صحيح الماتشات النهائيه، الضغط على الولاد. وزي ما احنا قلنا قبل كده مع حضرتك، احنا عندنا 12 لعيب اول مره شاركوا في بطوله افريقيا، صحيح كان ماتش صعب، وربنا يسهل ان شاء الله. كابتن طارق يمكن هو جنبي حاليا دلوقتي يعني بلغوا السلام يا كابتن وقول له الف مليون مبروك يا كابتن طارق.